حيث قتل بعض الأطفال بالإضافة إلى جرحى ومرضى كانوا يخضعون للعلاج في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بعد قصف دبابات إسرائيلية لمحطة الأكسجين الرئيسية فيه. وكمال عدوان هو مستشفى أطفال وأصبح مستشفى طوارئ في ظل الحصار لشمال القطاع، في حين يأوي المستشفى 35 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي. وضع كارثي بكل ما تعني الكلمة من معنى، وناشد العالم بأنه كل مخزون مستشفى كمال عدوان أصبح صفري، يعني نتحدث عن لا وحدات لدم نستطيع أن نقدمها للمصابين والجرحى، ولا هناك مستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية عاجلة، ومركبات الأسعاف لا تستطيع أن تخلي الجرحى من شوارع طبعا بيتلاهية. نتحدث عن المصابين اللي بيستطيع يصل للمستشفى بيصل بيتقدم للخدمة، اللي ما بيستطيع يبقى في الشارع ويستشهد.